ينضم إلي عبر الهاتف من دبي رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك. الصورة بدأت تتحسن ربما عن السنتمنت لأخذ المخاطر من قبل المستثمرين، الفيد مستمر في دعم الأسواق وربما سوف نسمع بحزمة جديدة، هل برأيك كل ما سوف يتم ضخه في السوق سوف يكون كاف؟ سمعنا أن رئيس الفيد يقول ما تم ضخه غير كاف، بالتالي هل سوف نغير من الصورة إذا ما سمعنا بحزمة جديدة؟ يعني أنا يوم أمس وجدت أن تعريف المعرف كان أغلب الحديث الذي يتقدم به يعني رئيس الفيدرالي الأمريكي، وعدم الإقدام على التوضيحات في الوقت الراهن سيكون له مدار سلبية. نعلم تماما أن الفيدرال الأمريكي ليس لديه الأدوات الكافية ولن يكون، وأثبت ذلك من خلال الحديث يوم أمس بأن الأمر يحتاج جهود الجميع، أي بإشارة ضمنية إلى الكونغرس وإلى الحكومة الأمريكية إلى أنها تحتاج إلى ضخ المزيد من الحزم التحفيزية. نعلم تماما أن ما يقوم به الفيدرالي الأمريكي على صعيد السياسة النقدية أو الحكومة الأمريكية في الوقت الراهن ما هو إلا لي يعني إيقاف النزيف الحاد في الاقتصاد الأمريكي، وحتى أن يتم فتح الاقتصاد بشكل أكثر سلاسة. ومع ذلك نعلم أنه راح تكون الأرقام أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، ولكن على الأقل تفادي الانهيارات الحقيقية أو وضوح الصورة السلبية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، أن المدة ستطول عن عامين أو إلى 3 أعوام ونحن في هذه الوضعية أو في وضعية الاقتصاد المهزوز أو الفراجايل نوعا ما في الأونة الحالية. أيضا كان في نقطة مهمة يعني أظهرها الفيدرالي يوم أمس بأنه طالما عندنا انتشار الفيروس، فحتى ولو كان عندي جيلات مثلا عندها 65% من المرضى يتحسنون على الدواء خلال 5 أيام، لكن هذا علاج وليس لقاح. إذا عملية انتشار الفيروس وطالما هو مستمر لا يمكن التكهن بمدة زمنية أو إلى متى سوف يحتاج الفيدرالي إلى ضخ التحفيزات. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.